وصلنا لفقرة الحالات المرضية، وجت لي رسالة من الأستاذة هدى إبراهيم عبد الجواد على صفحة البرنامج، بتحكي فيها إن حالتها من 10 سنين تعبت وبقت مش قادرة تشوف بعينيها، وكل ما بتعدي عليها سنة نظرها بيضعف أكتر وأكتر. وهدى راحت لدكاترة كتير وعرفت إنها لازم تعمل عملية زرع قرنية لعينيها الاتنين بتكلفها مالية عالية جدا هي مش قادرة عليها، وبعتت للبرنامج. الحقيقة احنا تواصلنا معها، خصوصا ان هي ظروفها صعبة، بتساعد جوزها عندها التوأم، وهي الأستاذة هدى مشرفاني النهاردة في الاستوديو. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا دكتور عمر، والف سلام عليك. الله يسلمك. احكي لنا موضوعك، انت منين يا ست هدى؟ انا من كفر الشيخ. احكي لي عنك. انا بقالي 10 سنين والله يا دكتور، كان نظر في البداية بيضعف، فانا اتاخرت في موضوع يعني الخلفه شويه، فدورت على الاهم، ربنا رزقني بتوأم الحمد لله. فسنه ورا سنه نظري بيضعف، وانا مش كل يعني في الظروف ما بتسمحش خالص. وانا بصراحه بكافح مع جوزي وبشتغل. جوزي بيشتغل ايه؟ جوزي هو على دراعه، هو يعني حداد مسلح، بس هو ممكن يعني بيشتغل اي شغلانه. انت بتساعد جوزك ازاي؟ بتشتغلي ايه؟ احنا فاتحين دكان بجاله صغير كده، وواقفه معاه فيه، وبقى حد عايز حاجه بروح اجيبها له، بس انا ما عدتش بشوف زي الاول، كل سنه حالتي بتتاخر. انت قلت لي قبل التصوير اني صرفت كل فلوسي عشان تعملي عمليه وتخلفي. مظبوط. عشان الخلفه، وربنا الحمد لله رزقني بتوأم، معايا احمد ومعايا سعد، وما في سنه خمسه دلوقتي. ومعيشه اللي هم، انا بدل ما اساعد عيالي، عيالي اللي بيساعدوني. انت محتاجه عمليه ايه بالظبط؟ هما بيقولوا القرنيه المخروطيه دي. قرنيه مخروطيه. ممكن اعرف تكلفه العمليه كام؟ هما حضرتك قالوا لي 60,000. يعني 60,000 جنيه؟ ايوه. وانا نفسي اشوف جو، انا حاسه ان انا يعني ست كبيره، انا عندي 31 سنه، حاسه يا دكتور انا ست كبيره ما بشوفش. يعني انا ساعات بتحصل لي مواقف صعبه، ابقى معدي على حد يعني ما بقاش عارفاه، اكون راح اجيب حاجه مثلا لشغلي ولا لكده للدكان اللي انا فاتحه ده، كانت مره عربيه هتخبطني. طيب معلش خليكي معايا لحظه. معانا على التليفون الاستاذ الدكتور عمرو الاسود، المدير الطبي لمستشفى القاهره الدولي للعيون. دكتور عمرو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ يا رب يكون بخير. الحمد لله في نعمه. قالوا لي حضرتك إيه؟ عاوز تعمل مداخله في حاله الاخت هدى، وانا منتظر اسمع منك هذه المداخله. والله انا شفت الحاله بتاعت هدى في البرنامج حضرتك، وطبعا حاجه صعبه جدا، وبنشوف طبعا حالات زي دي كتير، وبتبقى محتاجين مساعدة كبيرة، لأن عملية القرنية دي بتبقى عملية فعلا مكلفة. ولكن حضرتك عارف إن أنا من ساعة ما رجعت من أسبانيا يعني اتصدفت إن أنا شفت برنامج بتاع حضرتك، وبقالنا فترة أهو بتاع 3 سنين صحيح مع بعض. الفكرة بس إن هو لقيت عند حضرتك في البرنامج المصداقية عالية جدا. الله يخليك. فأنا حبيت إن أنا يعني أساهم باللي أنا أقدر أنا أعمله والمستشفى طبعا. فالحالة دي طبعا احنا بنشوف حالات منها كتير، فعارفين ان هو لما بتعمل العملية الدنيا عندها بتتحسن جدا، الحياة عندها بتتغير خالص، فربنا سهل وربنا تقبل مننا ان شاء الله، وهنقدر ان احنا نتكفل بحالتها وبالعملية، وربنا سهل ان شاء الله قريب جدا يعني، او تبقى تستضيف حضرتك كده تاني في برنامج وهي بعد العملية وهي بتشوف وحالتها بقت متغيرة، ويا رب نعمل فرق يعني حتى لو صغير في حياتها ان شاء الله. والله انا بشكرك جدا، ده مش غريب عليك، انت الحقيقه يعني بنعتبرك من اهم يعني فاعل الخير معانا في البرنامج اللي على مدار سنوات 3 سنوات الحقيقه ما شاء الله. كل الناس اللي بيجوا لنا يعني ما شاء الله حضرتك الحقيقه بتعمل معاهم شغل جميل جدا من مشاهدي البرنامج الغير قادرين اللي سيادتك بتتولاهم. هل في مبادره جديده هنعملها مع بعض بقى بالمناسبه بانك انت معايا على التليفون؟ والله كاملين برضو ان شاء الله، والسنه دي باذن الله مش بس هنعمل المبادره بتاعه الالف حاله ان شاء الله، باذن الله ربنا يقدرنا ونخليهم 2000 كمان،
ربنا يقدر وربنا يتقبل. طب ده خبر سعيد جدا الدكتور عمرو الاسود يعني بمدير مستشفى الطبي لمستشفى القاهره الدولي للعيون بيعلن عن 2000 حاله عيون لعلاج مشاهدي برنامج واحد من الناس. الدكتور عمرو الاسود بيعلن على 2000 حاله عمليه عيون لمشاهدي برنامج واحد من الناس. والحقيقه انا بشكر جدا الاستاذ الدكتور عمرو الاسود، هو الحقيقه زي ما قلت شريك معانا في اعمال الخير على مدار 3 سنوات في مجال العيون. بشكرك جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك دكتور عمرو، تقبل منك ان شاء الله باذن الله. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. جدا جدا ان شاء الله هدى تجيلي ان شاء الله في المستشفى. الف شكر والله يا دكتور عمرو، ونسمع عنها اخبار كويسه ان شاء الله. والله يا ربنا يجعله في ميزان حسناتك اللي انت بتعمله من خير. انا يعني جزاك عند ربنا، والشكر ليك في الدنيا مننا كلنا ومن كل مريض انت بتحسن معاملته، والناس بتحكي لنا بتعاملهم ازاي وبتقابلهم ازاي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. بشكرك جدا دكتور عمرو. لا شكرا لك. شكرا لك. شكر جدا جدا. اذا دكتور عمرو الاسود مدير مستشفى القاهره الدولي للعيون اتفق مع البرنامج على المبادره لعلاج 2000 حاله عيون. 2000 حاله عيون البرنامج هيعالجهم بالمجان مع امهر الاطباء وفي افضل المستشفيات مستشفى القاهره الدولي للعيون. فارجو كل واحد بيشوفنا دلوقتي من مشاهدي البرنامج محتاج يعمل عمليه عيون فورا يبعت لنا على البرنامج على التليفون اللي قدامكم او على صفحه البرنامج او بالبريد على مدينه الانتاج الاعلامي، وان شاء الله فورا هنعمل له عمليه. اما حالتك فدكتور عمرو تطوع انه هيتكفل بالعمليه ب 60,000 جنيه، هيعمل لك العمليه بالكامل ان شاء الله. الف شكر والله يا دكتور. ترجعي تبقي زي الفل يا هدى وتشوفي وربنا يطمنك يا رب. نفسي والله يا دكتور نفسي. وهكون معاكي مندوبه من البرنامج، هتبقى معاكي ان شاء الله لغايه ما تقومي بالسلامه. ربنا يبارك لكم يا رب يا دكتور. تمر باي حاجه ثانيه؟ الله يخليك. احنا مستمرين في تلقي جميع طلبات العلاج، وعايز افكركم ان احنا بناخد علاج جميع الحالات، جميع حالات الجراحات للكبار والصغار مع امهر الاطباء وفي افضل المستشفيات. احنا بنعالج جميع الحالات اللي بتجينا بالمجان. ابعتوا لنا على البرنامج وربنا يقدرنا ونكون دايما عند حسن ظنكم. الحمد لله احنا مستمرين في العلاج، وكمان المفاجاه النهارده 2000 عمليه عيون جديده لواحد من الناس، وربنا يزيد ان شاء الله ويشفي كل مريض. فاصل ونعود.